بسم الله. اتكلمنا عن الكلاسز، المره دي هنتكلم عن الاوبجكتس. قلنا الكلاسز ببساطه ان هي النسخه اللي بنكتب فيها، هي البلو برنت اللي بنكتب فيها كل المواصفات التفصيليه لكل عمليه هتتم ازاي والشغل كله هيتم ازاي. اما الاوبجكت هو المسؤول عن تشغيل بقى الحاجات دي، لان الكلاس بيبقى فيه المواصفات، لكن الاوبجكت هو اللي بيخلي ليه مواصفات خاصه بيه، اللي بيخلي الفانكشنز تشتغل بيزد على الداتا اللي هو شايلها الى اخره، فهو يعتبر النسخه التشغيليه. يعني اكني كتبت ورقه فيها مواصفات الطالب للستودنت، لكن الطالب ده بعينه ليه اسم خاص، ليه سن خاص، ليه معامله خاصه، ده كده ايه، ده الاوبجكت. يبقى انت كده اوبجكت، لكن لما اجي اتكلم على الطالب عموما بيبقى ده للستودنت. فبحط كل المواصفات بتاعه للستودنت جوه الكلاس، لكن كل واحد خاص بالبيانات بتاعته بيبقى ده عباره بالنسبه لي عن الاوبجكت. عشان كده جيتهم تعمل فال لامب 1 بيساوي نيو لامب. لامب 1 ده بالنسبه لي الستودنت، ده بالنسبه لي الطالب او الشيء او الاوبجكت، خلاص المسؤول عن التشغيل الراننج، هو اللي يقدر يعمل ران. اللامب الثانيه ليبل ال كابيتال وفيها قوسين، ده اسم الكلاس. كذلك ممكن اعمل اوبجكت و2 و3 و10 و100 زي ما قلنا فال لامب 2، وده بيساوي نيو لامب من غير نيو، لامب بتساوي لامب على طول ال كابيتال وافتح قوس واقفله. الثاني دوت هو الايه الكلاس. كده انا عندي لامب 1 ولامب 2، دول تو اوبجكتس خلاص موجودين عندي. عملت تو ديفرنت اوبجكتس من نفس الكلاس. التو ديفرنت اوبجكتس دول ممكن يشيلوا داتا مختلفه. طبعا تلاحظ ان انا لما اجي اقول لامب 1 دوت بقدر اكسس كل الاليمنتس او كل الممبرز الداخليه اللي هي از اون وتيرن اوف وتيرن اون. اما باقي الحاجات زي هاش كود والحاجات دي والليست والاري والايكوالز والكلام ده كله وتسترنج، كل الكلام ده بالنسبه لنا مش خارج الكلاس، هو موجود في كلاس رئيسي وكلهم بيشتغلوا منه، بس دي قصه هنتكلم عليها في الانهيرتنس ان شاء الله. يبقى انا عشان اكسس اي اليمنت باكسسه بالدوت، اسم الاوبجكت دوت واسم الفانكشن او اسم الايه الممبر اللي انا عايز اناديه من جوه الكلاس. لامب 1 كده لما ريت اعترن اون هيغير قيمه الفاريبل او قيمه البروبرتي اللي اسمها از اون، هيخليها ترو. اما لامب 2 فاحنا ما غيرناش حاجه، فهو كانت الديفولت بتاعتها فولس فهتفضل زي ما هي فولس. تمام كده، يبقى ده الناتج بتاعنا دلوقتي. ازود بس فانكشن جوه الكلاس اللي كنا عملناه اللي اسمه لامب، يريترن ليا الستاتس بتاعه اللامب خلاص، او اللي هنسميها اللايت ستاتس، بحيث ان هي ترجع لي اللمبه يعني مفتوحه ولا مش ايه مش مفتوحه. فقلت لايت ستاتس، ودي كل الفكره بتاعتها. قلت اف ان الايز اون الفاريبل اسمه ايز اون، لو كان ترو يا ريت الفانكشن دي تريترن ليا مثلا ذا لامب از اون مثلا او لامب از اون. كلام كويس. إلس يعني معناها ان از اون ما هياش ترو، جايبه فولس، فهريترن لامب از اوف. بس احنا عشان نسينا نحط الريترن فاليو بتاعه الفانكشن، نطلع نحطها فوق بعد اسم الفانكشن وكولون. ايوه بالظبط، واكتب سترنج دي الريترن فاليو سترنج، وطبعا احطها ما بين دبل كوتيشن مش ما بين سنجل كوت، محتاج اغيرها في الريترن في الاثنين عشان يفهم ان هي سترنج ما هياش كاركتر يعني. ماشي، دبل كوتيشن دبل كوتيشن كده. اللايت ستاتس بتريترن ليا لامب از اون اور لامب از اوف على حسب الايز اون فاريبل قيمته ايه دلوقتي. يعني الوقت لو احنا جينا عمال نقدر نستغلها هنا في المين فانكشن دلوقتي ونعملها في برنت لاين مثلا، فطبعا هلاقي ايه، اقدر اطبع مثلا لايت ستاتس اوف لامب 1 مثلا او لايت 1 ماشي او لامب 1 بتساوي، واستخدم بقى الفانكشن بتاعه اللايت ستاتس، فاقول له لامب 1 دوت لايت ستاتس. طبعا لايت ستاتس هتشتغل على الداتا الخاصه باللايت باللامب ايه باللامب 1، اخد منها كوبي واشغلها تاني بس مع لامب 2 مع الاوبجكت الثاني، خليها لايت 2 واخليها لامب 2 وانادي على اللايت ستاتس، المفروض يطلع لي اوف خلاص ده لامب، يبقى الاولاني طلع لامب از اون والثاني طلع لامب از ايه از اوف لو الكود بتاعنا اشتغل صح. عشان افهمك ان التو اوبجكتس حاجتين مختلفتين، كل واحد ليه قيمته وليه بياناته وشغال في الميموري بشكل منفصل. تمام، لو جينا عملنا كليك كمين ورن، يبقى انا كتبت التفصيل مره واحده وبستخدمه اكتر من مره. قال لي طبعا في اللايت الاولى لامب از اون، قال لي في اللايت الثانيه ذا لامب از ايه از اوف. تمام، طب لو انا جيت بعد الحته ديت قمت اعمل لامب 1 دوت ترن مثلا اوف المره دي مثلا، معناها هترجع تاني لامب از ايه از اوف صح. لو عملت لامب 2 مثلا ترن اون هتعكس بقى وتجيب لي لامب از ايه از اون، يبقى الاولانيه تطلع اوف يعني ذا لامب اوف والثانيه تطلع اون. لو جينا عملنا كده رن فعلا الاولانيه طلعت اوف والثانيه طلعت اون، يبقى بالحاله دي طبعا على حسب ما انا بنادي بيبدا يغير وبيجيب لي الستاتس في الاخر طبقا للعمليه اللي تمت.